طلاب الصف الرابع، أسعد الله صباحكم. درسنا لهذا اليوم سوف نتدرب فيه على إعراب لا النافية ولا الناهية. تعرفنا في درس سابق على لا النافية ولا الناهية وأخذنا الفرق بينهما، وقلنا أن لا النافية تفيد نفي حدوث الفعل، أما لا الناهية فهي تفيد النهي والكف عن الفعل. وقلنا سابقا أن كلاهما تدخلان على الفعل المضارع، ولكن لا الناهية عندما تدخل على الفعل المضارع فإنها تجزم الفعل، ولا النافية عندما تدخل على الفعل المضارع فإنه يبقى مرفوعا. الآن دعونا يا رابع ننظر إلى الأمثلة التالية. الإعراب: لا تلعب بأسلاك الكهرباء يا علي. هذه الجملة هي جملة نهي. الآن كيف تعرب؟ اللا حرف نهي وجزم، تلعب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. الآن هذه الجملة هي جملة نهي كما قلنا، لو أردنا تحويلها إلى جملة نفي تصبح: علي لا يلعب بأسلاك الكهرباء. الآن اللا هنا تعرب حرف نفي، يلعب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الآن انظر معي يا رابع إلى المثال التالي: لا تكتب على الحائط يا وسيم. هذه الجملة هي جملة نهي، إذن اللا حرف نهي وجزم، تكتب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. المثال الأخير: شادي لا يشرب المشروبات الغازية. هذه جملة نفي، إذن اللا هنا حرف نفي، يشرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. رابع، سوف أقوم بإنزال ورقة عمل تدريب للإعراب، الرجاء حلها بعد الاستماع إلى هذا الفيديو، وشكرا لكم.